أعجبتك؟ لست أفهم ما ترمي إليه. إنها دولارات ذهبية، وهي عملة حكومة الأرض الجديدة. ماذا ترمي من وراء هذا الاستعراض؟ زيادة دخلك يا سيدي. أنا أعرف حاجتنا المستمرة للبحث عن مصادر المال لتغطية نفقاتنا المتزايدة يوما بعد يوم. تكلم بصراحة عما يدور في رأسك. بصراحة يا باشا، إن حكومة الأرض الجديدة مستعدة لدفع ما نريد من هذه الدولارات في سبيل إقامة علاقات تجارية معنا. ومن الذي قدم إليك هذا العرض؟ لا يهم المصدر بقدر ما يهم. بل يهم جدا. أنا هو الباشا على هذه الأيالة، أتفهم؟ وإياك ثم إياك أن تسمح لنفسك بمناقشة الأمور التي لا تدخل ضمن اختصاصك. ولكني يا باشا، حتى الأمور التي تخصك يجب أن تعرضها علي أولا. سنناقش هذا الأمر فيما بعد. أنت صباحا يا مولاي. أنت صباحا يا فرفرة. اقترب. قل لي يا فرفرة، كيف هي حالتنا المالية؟ لا أكتمك يا سيدي أن الخزينة شبه فارغة. كيف ذلك؟ يعلم مولاي أن خراج السلطان والهدايا التي اصطحبها مصطفى أخيرا معه قد كلفتنا الشيء الكثير، وأن آخر ما جمعناه من الشعب كان على يد المرحوم أرخان عندما قام بحملته ضد عرب الدواخل. وماذا عن تجارتك مع السفن التي تحط في الميناء؟ أنا أدفع حصة مولاي إثر كل عملية. هكذا إذن. ودفع لأي التباس فهي الدفاتر، إني أسجل فيها كل شيء يا مولاي. تعني أن الخزينة الآن فارغة؟ لا، ليس تماما يا مولاي، ليس تماما، ولكننا لا نملك أي احتياطي، ومع ذلك يمكنني تدارك الأمر إذا كان سيدي بحاجة لشيء. لا، لست بحاجة لشيء. هيا. عمت صباحا يا مولاي. عمت صباحا يا سعيد، تفضل، كنت في سبيلي لاستدعائك. خيرا إن شاء الله. أذكر مرة أنك حدثتني عن مقابلة جرت بينك وبين سفيرين لحكومة الأرض الجديدة. تقصد حكومة الولايات المتحدة؟ المهم، هل لك أن تذكر لي ثانية ما حدث بينكم؟ هل من جديد حول هذا الموضوع؟ شيء من هذا القبيل. حسنا، أذكر أن العرض المادي كان مغريا، ومع هذا فقد طلبت ضعف ما عرضوا. طلبت 30,000 جنيه إنجليزي سنويا. ألا تعتقد أنك بالغت في الطلب يا سعيد؟ بالطبع، ولكنني لست أفهم. على كل، لم تكن الصفقة في جانبنا. كيف؟ كانت تخفي وراءها أبعادا سياسية أكثر منها ملاحة بحرية أو تجارية أو حتى علاقات دبلوماسية. هل يريدون أكثر من ضمان سلامة سفنهم وما تحمله من بضائع أثناء عبورها في مياهنا؟ يا مولاي، إن أقل بند فيها أن علينا أن نستقبل سفنهم الحربية في أي وقت يريدون، وعلينا أن نزودها بكل ما تحتاجه من مواد ومؤن، وأن علينا أن لا نستقبل سفنا حكوماتها في حالة حرب مع حكومة الولايات المتحدة. أما بقية المواد، ولكنني لا أعرف لهم عدوا في بحرنا، ولهذا رفضت عرضهم كما سبق وذكرت.
هؤلاء القوم لا شك يخططون للسيطرة على البحر المتوسط ويتوقعون معارضة قوية قد تدفعهم لإعلان الحرب. أهذا رأيه؟ ولما كانوا غير قادرين على مقاتلة أساطير البلاد مجتمعة فإنهم يرغبون في تحييد إن لم نقل شراء سكوتها عن قتال جيرانها. ألا تعتقد أنك تذهب بعيدا يا سعيد؟ مصطفى، إنها سفينة مصطفى. مصطفى، مصطفى، مصطفى. لقد بقي مصطفى في القسطنطينية تلبية لرغبة الباب العالي. ماذا؟ الباب العالي. هذا رائع. المهم ألا يعود إلينا وهو يحمل فرمان الباشوية لنفسه. اسكت يا قرمز. هل أنت متأكد مما قلته يا رجل؟ كل التأكيد يا سيدي. ألم يحملك رسالة ما؟ لا، لقد كان مشغولا بكثرة في الأيام الأخيرة، وقد أبلغني بتخلفه هناك أحد اليوران. عجيب فعلا، إنه أمر غريب حقا. ترى ماذا يريد منه الباب العالي؟ لا يمكننا التكهن بشيء. ماذا قال لك سعيد تماما؟ كان منهمكا عندما أخبرني وهو في طريقه من هنا أن مصطفى قد تخلف في القسطنطينية. ألم تستوضح منه رأيه؟ كان على عجلة من أمره حتى أنني بالكاد التقطت منه الخبر. يبدو أن هذا النبأ قد أزعجه ولا شك، حتى أنه قد تصرف معك على غير عادته. هل يمكن أن ولك؟ لا، إنني أستبعد هذا الأمر. قاتل الله الشيطان. هل تقصد ربما حصل له مكروه لا سمح الله؟ لا، إننا نحمل الموضوع أكثر مما يستحق. قريبا يعود إلينا مصطفى وهو يرطن بالتركية، وقد يحمل لنا بعض الهدايا. أحب أن نراه بيننا وبأسرع وقت. ما قلت إلا الصدق يا أحمد. السفينة قد عادت الآن وسيفتقدونني ولا شك، ولكن ماذا لو لم تسافر السفينة، أو كانت المسألة كلها تلفيق؟ يا إلهي، معنى هذا أن الباشا متآمر علي أيضا، ولكن لا، عمي سعيد ومحمود وأحمد وبقية الناس لابد سيسألون عني. يا سمين، ترى ما هي حالك؟ ولك
ولكن مجموع ما أرسلناه للسلطان هذه المرة يساوي إن لم يكن يفوق المرات السابقة. من واجبي يا مولاي أن أبلغك رغبة الباب العالي في الزيادة التي يطلبها بعد أن تخلف مصطفى هناك. ولكنك تقول إنه يطلب مضاعفة الحصة. هذا ما قيل لي يا مولاي. وهل حددوا لك المدة؟ أم أنهم يطلبون مضاعفة الحصة للمرة القادمة، أعني للعام القادم؟ لا يا مولاي، لم يحددوا المدة، ولكن الصدر الأعظم لمح لي عن امتعاض مولانا السلطان لفقر الجعالة. وهل لتخلف مصطفى علاقة بهذا الموضوع؟ لا أدري يا مولاي. حسن، يمكنك الانصراف الآن. ما بك؟ هل لديك ما تقوله؟ في الحقيقة يا مولاي، ولو أن الوقت غير ملائم، غير أنه لابد من ذكر الوقائع. هيا تكلم. إن بعض سفننا بحاجة لصيانة طويلة، وبعضها الآخر يحتاج لإعادة تسليح، فمدافعها أصبحت غير مجدية كما تآكل بعضها الآخر. إنها مهمتك، ولا أظنك بحاجة لاستئذاني لتجري الإصلاحات أو التجديدات التي تراها ضرورية. ولكن مثل هذا العمل يحتاج إلى مال وفير يا مولاي. فهمت. يمكنك الانصراف الآن، وسأبحث هذا الموضوع فيما بعد. اسمع. أمر مولاي. إياك أن تتحدث بما جرى لأي كان. لقد أتقنت دورك أيها الرئيس، فقد اقتنع الباشا بما قلته تماما. هكذا خيل إلي. ولكنك لم تذكر له شيئا عن زيادة رواتب البحارة وتذمرهم ووجوب إرضائهم كما طلبت منك. بصراحة خشيت ألا يحتملني الباشا بكل هذه الأخبار المزعجة، فأضطر بعدها لتحمل سوء تصرفاته. إذن لابد له الآن من البحث عن مصادر جديدة للمال. ما أظنه إلا سيطلق يدك في جمعها. ما رأيك أنت؟ في هذه الحال سأجوب أنا البحر من مشرقه إلى مغربه، أجمع لك الغنائم وأعترض السفن المحملة بأغلى البضائع. صدقني يا مولاي، سأملأ خزائنك بالذهب والبضائع والعبيد. تفكير سليم، وسأجعلك رجل الأول، وسأمنحك صلاحية واسعة. ما يهمني يا سيدي نسبة مئوية تحددها لي من المغانم التي ذكرت. بالطبع سأوزع منها لرجالي و... لا شك، لا شك. لو رأى سيدي قرمز أنني قد تجاوزت في كلامي، فأنا على أي حال طوع أمري. لا أبدا أيها الرئيس المخلص، كيف لي أن أنسى خدماتك؟ اطمئن، فسيكون كل شيء على ما يرام. في الحقيقة يا سعادة السفير، كنت أرغب في زيارتك منذ وقت طويل، ولكن المشاغل على ما تعلم كثيرة ومتشابكة هذه الأيام. أهلا بك في أي وقت يا سعادة القنصل. أنا مقدر لدورك الهام بحكم وظيفتكم في بلدي. الواقع إنها زيارة شخصية أكثر منها رسمية. أكرر الترحيب بك بأي صفة؟ في الواقع لست أدري إذا كان من حق السؤال عن السيد مصطفى، فلقد سمعت منذ فترة عن تأخره لدى السلطان. أشكر لك هذا الاهتمام،
في الحقيقة إن ما سمعته صحيح، ولا أظن أنه قد عاد بعد. لا، لم يعد بعد. سعادة السفير، كلانا يعلم أن مثل هذا التأخير لابد وأن يكون لسبب هام. محتمل. وهل تعتقد أن لمصطفى تلك الخبرة في الأمور الكبيرة حتى تدعو السلطان أو حاشيته لاستبقائه مثلا؟ أفضل أن تبدي رأيك صراحة يا سعادة القنصل. لا يخفى أنك ما جئتني إلا وفي جعبتك من الأخبار ما يدعوك لذلك. هذا ما أقدره فيك يا سعادة السفير، ذكاء وسرعة خاطر. شكرا لك على هذا الإطراء. وبعد، أنت تعرف ولا شك علاقة حكومة صاحب الجلالة بالباب العالي، أقصد السلطان مباشرة. نعم، علاقة جيدة ولا شك. وأنا أعرف كذلك أنك قلق على ابن أخيك. بعض الشيء. وليس من الحكمة على ما أعتقد أن يشعر الباشا بهذا القلق، ولست أنت على ما أعرفه عنك من يطلب من الباشا تحقيقا سريعا، أو لنقل تأكيدا لسلامة مصطفى. أشكرك على هذه المبادرة اللطيفة يا سعادة القنصل. أستطيع أن أفهم أنك تعرض علي توسط حكومتكم بشكل أو بآخر في القسطنطينية للاطمئنان عن ابن أخي. هذا لو سمحت بذلك، ولا أجدني بحاجة لأن أذكر أنها مجرد مبادرة شخصية وليس وراءها أي دوافع سياسية، لا من قريب ولا من بعيد. هل أفهم من كلامك أن هناك ما يقلق فعلا على مصطفى؟ أرجو أن تزودني بالمعلومات الضرورية لو وجدت، حتى أتمكن من اتخاذ القرار المناسب. إنما يقلق فعلا بالأساس يا سيدي تكليف مصطفى بمثل هذه المهمة. ما رأيك في محاورة حكومة الولايات المتحدة الجديدة ثانية وتعديل صيغة الاتفاقية بشكل أفضل؟ وهل يقبل مولاي أن نؤجر شواطئنا لهم أو أن نصبح أجراءهم على أرضنا؟ يبدو عليك الانفعال يا سعيد، ما عهدي بك هكذا؟ كنت أظن أنني شرحت ما فيه الكفاية عن نية هؤلاء القوم وعن سياستهم تجاه كل الشواطئ العربية على هذا الساحل. إننا بحاجة إلى المال الآن يا سعيد، فالأسطول يحتاج إلى التجديد، وعساكر الإنكشارية لا يطيعونني إلا بالذهب، والسلطان لا يشبع. علي، إن أرضنا خير معطاء، وهي بحاجة لبعض العناية والتوجيه في العمل. وهل تريدني أن أتولى الفلاحة والزراعة؟ أم أطلب من عساكر الإنكشارية أن يتحولوا إلى فلاحين؟ بل نطلب من الفلاحين أن يعملوا بجد وإخلاص، فإذا ما استغلت الأرض بشكل جيد فإننا نستطيع أن نمد العالم بالحبوب من قمح وشعير وفاكهة أيضا. الفلاحون. الفلاحون، وكأنك لا تعرف كسلهم وتهربهم من أعمالهم. إنهم أبعد الناس عن الإنتاج. أولاي، عندما يعمل المرء لنفسه، لأهله، لبلده، وهو يعلم أن أحدا لن يستولي على جهده وعرقه، فلسوف يعمل بكل إخلاص. ماذا تقصد؟ أقصد أن فلاحنا لا يملك من أمره شيئا، فهو يعمل ويكد وهو يعرف أن حصيلة تعبه ستذهب لغيره. كيف هذا والأرض ملكه وهو المتصرف الوحيد بها؟ إنما نأخذه منه لا يتجاوز العشر. ماذا يهم الفلاح إذا ما تملك الأرض بينما هو نفسه مملوك يعمل فيها أجيرا؟ اسمح لي يا مولاي أن أقول إنما نتركه للفلاح من إنتاجه هو أقل من العشر. سعيد، ليس من أجل هذا الكلام أرسلت في طلبك. هيئ نفسك في سفارة لحكومة الولايات الجديدة في أقرب وقت. طوع أمرك يا مولاي، ولكن
علي أن أعرج إلى القسطنطينية قبل ذلك. أرغب في أن أطمئن على مصطفى. لم تعد تتقن عملك في الآونة الأخيرة يا محمود. كل يوم يزداد قلقي على مصطفى. لقد انقضت مدة طويلة. صدقت، ونحن لا نحرك ساكنة، وكأن الأمر لا يعنينا. ماذا عن عمه سعيد؟ لم أره منذ فترة. لابد أنه يفكر أكثر منا. يجب أن لا ندعه وحيدا. أنت تعرف أن مثل هذا الرجل لا يتحدث كثيرا. ثم إنه سعيد، أظنه قادما إلينا. تصرف بحكمة ولا تدع أحدا يشك بعلاقته معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما أخبار مصطفى؟ قررت السفر إلى القسطنطينية. ماذا؟ تسافر بنفسك؟ ليست هناك طريقة أخرى للتأكد من سلامة مصطفى. سلامة مصطفى؟ تتحدث وكأن الأمر... نعم، على كل سأراكم قريبا قبل السفر. هناك بعض الأمور يجب أن نبحثها معا. السلام عليكم. أرى في سفر سعيد للقسطنطينية خطرا علي. ماذا تعني؟ لو أن في الأمر مكروها حصل لمصطفى لن يسلم سعيد. والعمل؟ لدي فكرة، ولكنها تستحق المجازفة. ما هي؟ هناك شخص واحد يعرف الحقيقة، كل الحقيقة عما جرى لمصطفى. تقصد من؟ هو من جاء بنبأ تخلف مصطفى بالقسطنطينية. ريس البحر؟ بالضبط. ولكن كيف السبيل لمعرفة الحقيقة منه؟ هناك سبيل واحد لا غير. هل أنت مستعد للمجازفة معي؟ وهل تحتاج لإجابة مني يا محمود؟ إذن تعال واسمع إلي. أرجو أن نبدأ فصلا جديدا من حياتنا بعد أن استقرت الأحوال على الشكل المعروف لنا جميعا. إن شاء الله. هل لازلت تحمل على قرمز أم أنك غفرت له حقا؟ لا أحمل على قرمز بقدر ما أنوء من تصرفاته الشاذة. كان هذا فيما مضى، أما الآن فهو البيج وولي العهد، لا أظن يستهتر في تصرفاته كما في السابق. أرجو ذلك، رغم أن البوادر غير مشجعة على الإطلاق. بوادر؟ وهل صدر منه ما يزعجك؟ هل يمكنك أن تفسري لي إصراره الشديد على إرسال مصطفى إلى القسطنطينية؟ ولكنك أنت الذي أرسلته، وكنت أتساءل، ترى هل استغنيت عن خدمات سعيد؟ إن قرمز كان يلاحقني منذ مدة لإرسال مصطفى خارج البلاد منذ أيام المرحوم أورخان، وكنت أعزو ذلك لصداقتي مصطفى مع المرحوم. تقصد غيرة قرمز من مصطفى؟ على أي حال أنت الذي أرسلت مصطفى أخيرا. ولكنه لم يعد حتى الآن. وهل ألم به مكروه؟ لا، ولكن قرمز حدثني مرة
أن لمصطفى علاقة جيدة ببعض العامة. وماذا في الأمر؟ لا شيء، لا شيء. ها قد أصبحنا صديقين كما سبق أن وعدتك يا أستير. يشرفني أن أحمل هذه الصفة يا مولاي، فهل تقارن صداقتك بمال الدنيا؟ آه لو أغدو الباشا يوما يا أستير سأجعلهم يلهجون باسمي صباح مساء. لابد وأن يأتي ذلك اليوم يا مولاي، من صبر ظفر. نعم لابد من يوم. مولاي بالباب ريس البحر يطلب المثول بين يديكم. هنا؟ نعم إنه بالباب. وكيف عرف أني هنا؟ حسنا دعه يدخل. هل ترى في بقائي حاجة يا مولاي؟ لا بأس يا أستير دعينا بمفردنا. التحية لمولاي قرمز، إنني مضطر لمقابلتك هنا. لا بأس عليك اجلس. ماذا أرى؟ رضوضا في وجهك وجراحا في ساعدك؟ وهذا ما دعاني يا مولاي لمقابلتك على انفراد بعيدا عن الرقباء. ولما عرفت أنك هنا وجدتها فرصة سانحة لأحدثك. هات ما عندك. لا أدري إذا كان المقصود قتلي أو أسري. ماذا تقول؟ من يتجرأ على ذلك؟ لقد عرفت أن الرجال الذين اعتقلوا معي مصطفى قد اختفوا بطريقة غامضة، لا أحد رآهم أو سمع عنهم منذ ذاك الوقت. هذا صحيح، هل سمعت عنهم أنت أي شيء؟ لا، ليس من أجل هذا جئتك يا سيدي. إذن يبدو أن وجودي يؤرق بعضهم، أقصد من حاولوا الاعتداء علي، وحيث أنني لست من يسهل اقتناصه أخشى أن تتطور الأمور فأضطر للدفاع عن نفسي بطرق أخرى. لم أفهم اقتراحك أيها الرئيس. في الحقيقة جئت أستأذن للخروج للبحر في غارة صيد، فأبتعد لفترة عن البلد وأعود بعدها بغنيمة يكون لسيد قرمز النصيب الأوفر فيها. اقتراح وجيه أيها الرئيس. بقي أن تخبرني يا سيدي عن الدول الصديقة حتى أتجنب مهاجمتها. في الواقع مثل هذا الأمر أو مثل هذا الإذن لا يملكه إلا الباشا نفسه، والذي أخبرته أنت بنفسك أن السفن بحاجة إلى صيانة طويلة وأنها لم تعد صالحة للملاحة، أتذكر؟ كنت أنفذ رغباتك يا سيدي. والآن عليك أيضا أن تنفذ رغباتي. ستغدو أمير البحر يوما. والآن دعنا نتدبر أمر جرحك هذا، إذ لا يصح أن يراك أحد وأنت على هذه الحال. فرفارة أستير. أمر مولاي. سمعت أن لديكم مرهما خاصا يشفي الجروح وبسرعة، والرئيس هنا قد أصيب بجرح طفيف ولكننا نرغب في شفائه كي يعود إلى البحر سليما معافى. أنت تعرف براعة مثل هؤلاء القوم في مثل هذه الأمور. ولكنني لا أركن إليهم يا مولاي، فأنت تعرف ما هم عليه من دهاء وخبث. ألا تثق بي؟ إنهم عملائي. عفوا، هل لي أن أرى حالة الجرح أولا يا سيدي؟ لا، ليس سيئا لهذه الدرجة. أرى أن الضماد قد وضع على عجل، كما أنه غير صالح. أنا ضمدت نفسي.
الغد يا سيدي، ريثما نحضر لك المرهم المطلوب. قد لا يحتاج الأمر لأي مرهم، يكفي هذا الضماد المعقم الآن. إلى الغد إذن أيها الرئيس، وسأحاول أن أرتب الموضوع بمعرفتي. إلى اللقاء يا مولاي. إلى اللقاء أيها الرئيس. هذه ثاني مرة تتصرفون بدون دراسة ولا روية. تلك كانت عندما اقتحمتم منزل فرفارة، واليوم لا أرى أي مبرر لمثل هذه التصرفات على الإطلاق، إلا تعريض أنفسكم للخطر. كيف نسكت على اختفاء مصطفى؟ كيف؟ اختفاؤه؟ إنك تبالغ يا محمود، وهل تراني أقل اهتماما منكم به؟ ولكنك يا سيدي تتبع أساليب نجهلها، بالأصح أساليب لن تجدي مع هؤلاء القوم. إنهم مجرمون بحق الشعب، يأكلون خيراته ويستعبدون أبناءه، يتحكمون برقاب الناس بالقوة والبطش. محمود، محمود اخفض صوتك. إنهم غرباء عنا، يجب أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، حيث لا سادة ولا عبيد عندئذ. حييت يا محمود. أين هو مصطفى؟ أنا متأكد أنهم تولوا أمره عندما رأوه يتعاطف معي في السوق. هل هذا صحيح؟ في الحقيقة بدأت أشك في كل شيء. على أي حال سأحاول السفر إلى القسطنطينية وسأعرف الحقيقة، فإن لي فيها الكثير من المعارف. ولكن لا بأس يا محمود، إنها الطريقة الوحيدة لمعرفة الحقيقة. متى سيكون سفرك؟ عندما يأذن لي الباشا، قريبا إن شاء الله. ترى هل اقتربت النهاية؟ لا بأس، لتكن إرادتك يا الله. ولو أنه الظلم بعينه، ظلم القوي للضعيف. يا الله، لقد انحلت قواي فعلا، لم أعد أقوى حتى على التفكير. لقد اختلطت الأمور بذهني. ياسمين، إذا فقط قررت السفر وحدك يا سيدي. بالضبط يا ياسمين، ألا ترغبين بالاطمئنان على مصطفى؟ عما ماذا لو صحبتني معك؟ إنها رحلة طويلة وشاقة، لن يرضى مصطفى بذلك ولا أنا. وتتركني وحيدة؟ اطمئني يا ابنتي، لن تكوني وحيدة على الإطلاق. سأكلف من يحميك أثناء غيابي، ثم من يدري، قد أسافر ويأتي مصطفى فجأة. ليت هذا يحصل، بل ليتني أحلم الآن فأصحو فأجد مصطفى بقربي، لم يسافر أبدا. لا بأس، كل شيء بمشيئة الله. ومتى سيكون سفرك يا عمة؟ في القريب العاجل، عندما يأذن لي الباشا، خلال أيام قلائل. إذن فقد استعملت الضماد للجرح يا أستير. لم نجد وسيلة أخرى عندما أحرجنا قرمز. وهل تأكدت من رغبتي في التخلص من ذلك الرجل؟ إنه رئيس البحر يا مولاي، لهذا نحن بحاجة لرؤيتك وبصيرتك في إنجاز مثل هذا العمل. الحذر واجب، والحاجة لقرمز ليخدم الرؤية التي نتمسك بتحريك خيوطها لمصلحتنا العليا ضرورية. إن قرمز يا مولاي
أصبح أطوع إلي من بناني هذا، وما علي إلا أن أشير للهدف الذي أختار وينتهي الأمر. هذه غايتنا الآنية يا أستير، ولعبتنا الدائمة، حتى يتحقق على يد المخلصين من أبناء يهوذا الحلم الأزلي لبني السبي. ما نحن إلا أداة تنفيذ لرؤى ومخططات حكمائنا العظام، فلا تبخل علينا بما يحقق الغرضين معا يا مولاي. افتحي ذلك الصندوق يا أستير.